بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قصة العبرة. قبل أكثر من 10 أعوام تقريبا كنت أعمل في أحد المحال التجارية في الولايات المتحدة، فجاء لي رجل كبير في السن وطلب مساعدتي، ودار بيننا حديث. فخلال الحديث سألني من أي بلد أنت، فعلم أنني من بلد العراق، وفوجئت أنه اعتذر لي فيما بدر من بلده الولايات المتحدة الأمريكية على بلدي من حرب وغيرها من الأمور. فبشكل طبيعي قلت له: أنت لا تلام، أنت من الشعب، والشعب أو بالأحرى أغلبية الشعب لا يلام على تصرفات حكامه وحكوماته. فقال لي: ولكن أنا من الذين يلامون. فقلت له: وكيف هذا؟ فقال لي: كان لي دور كبير في ترشيح وانتخاب رئيس أمريكا السابق جورج بوش. أعتقد كان يقصد على مستوى الولاية وليس مستوى أمريكا بشكل عام. فقلت له: إذا في هذه الحالة ما أفعل باعتذارك، هي كلمة لن ترد ما ضاع من حياة كثير من الناس، ومن أملاك ومن وقت ومن بلد، والحمد لله على كل حال. فقال لي: أنا أعرف ذلك وأنا أعتذر بشدة لما حدث، أردت فقط أن أعبر عن اعتذاري لك. فمرة أخرى قلت له مرة ثانية: لن يفعل الاعتذار شيء، ولكن أنا أشكرك لما قلته من كلمات ولما تشاركه من أحاسيس معي. فأكمل وأصبح يسأليني أسئلة عن الإسلام، فأجبته عن بعض الأسئلة، ثم قال لي: أريد أن أسألك سؤال، ما رأيك في أحداث 11 من سبتمبر؟ التي أحدث التي كلنا نعرفها. فكان هذا سؤال صريح بعض الشيء. فقلت له: كما تعرف هناك الكثير من النظريات حول هذا الأمر، والله أعلم أي من النظريات هي النظرية الصحيحة، ولكن ما أعلمه يقينا هو أن الإسلام بريء من هذا الأمر، لأنه لا يحاسب الإسلام على تصرفات المسلمين. لا يحاسب الإسلام على تصرفات المسلمين. لا يحاسب الإسلام على تصرفات المسلمين. هذا لو كان الفاعل في هذا الأمر هو من المسلمين. فنظر لي ودقق في النظر، ثم قال: أنا سعيد جدا لسماع هذه الإجابة. فصدمني هذا الأمر بعض الشيء. كنت أتوقع أنه سيلومني ويقول: ولكن كيف كذا؟ المسلمين هم من فعلوا هذا الأمر وغيرهم من الأمور، خصوصا عندما أعطاني الخلفية باعتباره أحد الذين ساعدوا في انتخاب رئيسهم. فصدمني في إجابته أنه كان سعيد، وقال لي، وهذه العبرة من القصة، قال لي باللغة الإنجليزية طبعا: We invented that lie and you are the only ones who believed it. نحن صنعنا هذه الكذبة وأنتم الوحيدين الذين صدقوها. أعتقد كان يقصد أنتم العرب أو المسلمين، الله أعلم. وكما يقال: خير الكلام ما قل ودل. وبالمناسبة هذا ليس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يقال إنه حديث للإمام علي رضي الله عنه أو الحسن رضي الله عنه. فخير الكلام ما قل ودل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.